ومدراء المدارس وهذيك الأبلة غايبة وهذيك ما تبيش وما تبيش تسمع الكلام وتجيب تقرير مزور، راه هذا كله عندنا عليه قلبيه يعني. مدرس ما نعرفش عليه اللي نتفاجئ مشات نسأل على مدرس وكلم خوه مشات لقيت حتى خوه وصل مش قاعد. ندور في مدرس لأن غايب شهر والمدير وما يعرفوش عليه ولا نكتشفوا احنا بالصدفة أن المدرس مش قاعد نقول المدير من سيعرف عليه. صح والله. حقيقة حتى هو في اللي المدرس مش نكشني مرات صوتي في الحياة ديما مع مشاكل وكذا ولكن كل المكاتب سواء التعليم الأساسي التعليم الثانوي الامتحانات الخدمة الاجتماعية التوثيق كلهم راه حقيقة رغم نقص الإمكانيات ومدراء المدارس المجهودات اللي نشبح بها يعني مش سهلة وهالبنات تو ولت حقيقة تهرب من المجهودات اللي كنت تشتغل عليها المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد الحميد يونس مراقب تربية وتعليم بلدية غدامس. يعقد صباح هذا اليوم الأربعاء هذا اليوم الثلاثاء اجتماع يجمع مدراء المدارس مدراء المكاتب المشرفين الماليين بالمدارس مساعدي المدراء الفترة المسائية وذلك للاطلاع على انطلاق العام الدراسي الذي انطلق يوم 3/9 والصعوبات والتي واجهت الانطلاقة توزيع الكتاب المدرسي وسيتم خلال هذا اليوم إن شاء الله توزيع الميزانية التشغيلية المقررة من وزارة التعليم لمدراء المدارس لصرفها لحل حالة مشاكل والصعوبات التي تواجه المدراء المدارس أثناء العام الدراسي.